لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنيئا الفريق الوداد الرياضي، هنيئا جميع مكونات الفريق الأحمر، جماهير الفريق الوداد، اللاعب رقم واحد بالفريق الأحمر، هنيئا الجماهير ولاعبي فريق الوداد الرياضي على القتال اللي قدموه في الماتش أمام لو تو بيسون مازيمبي. لو سول تيتخ اللي كان ناقص خزينة فريق الوداد الرياضي، الحمد لله عشناه نهار السبت في التحكم بينك في السيب القاب مع فريق الوداد الرياضي. مي هاد لا جينيراسيون شابو با بالنسبه لهاد لا جينيراسيون اللي حملات قميص فريق الوداد الرياضي. برافو برافو لنا في لي دو تيتغ سوبريم تشامبيونز ليغ ومن بعد لا سوبر كوب. سي اكستراوردينير قلتي ضد فريق لو تو بويسون مازيمبي. لو تو بويسون مازيمبي نيتي با بويسون دو تو هذاك النهار دو تو. شنا فريق الوداد سيطر وقيل انا بغيت نذكر شي اوكازيون جات للفريق ديال مازيمبي. فريق مازيمبي جا كيتسنى لي بينالتي، رجع اللور دافع بشراسه، حارس في المستوى الكبير باز على الحارس والتنظيم الدفاعي ديالو وكيتسنى لي بينالتي. شنا فريق الوداد المفروض شنو يدير القضيه؟ ما كانش فرض عليه يدير القضيه؟ لا دابا انا كنقول اشنو دار غير بالنسبه لفريق الوداد كنقول برافو، لان كنعرفوا فرقه ملي كتعطل باش تسجل ومن بعد كيجي كان بينالتي وكتفلتو من بعد انوتر بينالتي بالاربيتراج فيديو كيتحيد لك اون برانسيب، كيولي الشك كيولي النرفازه وكت لو مونك دو كونسونتراسيون كتخرج شويه من المقابله. ما جراش هادشي بالنسبه لفريق الوداد، بقى مكمل. جا الخلاص من قد فاش غنقول هذيك العشريه رائعه، يعني على بحال هاد المسائل كنبغيو كره القدم وشغوفين كره القدم. فهمتيني تنظن ان حتى واحد ما تيناقش ان سيت اون فيكتوار ميريتي. اونكور اون فوا برافو. هو كانت مقابله رغم ان اتفقتوا بان فريق تو بويسون مازيمبي ما كانش شي فريق قوي وما كانش شي فريق صعيب، ولكن الوداد لقات مشاكل والهدف تاخر الى اخر دقيقه وكان بالطريقه اللي انا عجبني واحد التعبير قالوا بان هذاك تيغزوي كان خصو يكون مهندس ما كانش خصو يكون لاعب كره القدم، لان الطريقه في حقيقه رائعه ولا بريسيزيون كانت متفوقه. فريق الوداد رغم المشاكل اللي شهد في الشهور الاخيره واللي جات عندنا انها تغيير الطاقم التقني وغياب بعض مجموعه ديال اللاعبين وتصريحهم وتعاقد مع اخرين، فالوداد بقات دائما وفيه لذاك النظره الكبيره ديالها وكتشوف الالقاب الكبيره وكتكبر مع اللقاءات الكبيره. هذا هو الوداد ديال البطوله ماشي هي الوداد ديال السقاطات القاريه. جوستومون هذه مفارقه عجيبه وغريبه. كيفاش احنا كلنا قلنا بان اللاعبين ديال ريال مدريد كيسمعوا الليم ديال عصبه الابطال الاوروبيا كيعودوا سميم كا بالنسبه للوداد بيان سور. فالوداد على مستوى عصبه الابطال ومنافسه القاريه في الحقيقه كيكبروا كيكونوا ذاك الاصرار، وتالي كذلك بدينا بواحد الماساه على مستوى الجمهور. فنقولوا واحد شهاده حق في الجمهور اللي حضر المقابله، في حقيقه كان جمهور رائع داعم في المستوى، يعني صافي بليزير تشوف هذاك الجمهور بحال هكاك بهذاك العدد والطريقه ديال التشجيع الى اخر دقيقه، وانك الايجابي كذلك انك تخرج وما يطرا والو. ولكن كنقول له يا ربي خرج الجمهور وما يطرا والو. لان مع التعدد ديال الحالات حقها الصادمه. فبرافو مره اخرى للوداد، برافو للجمهور ديالها، ونتمناو انهم يواصلوا نفس المسار باش يدافعوا على اللقب ديالهم كابطال افريقيا. سالطيف وهو انا اتفق مع الاخوان، ففريق الوداد يستحق هذا اللقب الذي ينقص خزينته لقب كاس الافريقيا الممتازه. الفريق مازيمبي ماشي هو الفريق اللي كنا كنعرفوه، ففريق اللي هو كان ضعيف جدا الى درجه انه ما استطاعش انه يخلق ولو فرصه واحده سانحه للتسجيل، ولكن هذا يؤكد بان فريق الوداد كان اكثر اصرارا واكثر عزيمه على انه ما يضيعش هذه الفرصه ويستغل الدعم الجماهيري والحضور الجماهيري الكبير اللي خصنا ننوهوا به وكان في المستوى الكبير. فمره اخرى الجماهير الوداديه تساند الفريق ديالها وتلعب دورا كبيرا في قياده وفي تشجيع فريقها نحو الفوز بهذا اللقب الافريقي المتعلق بكاس الافريقيا الممتازه. هنيئا
لجميع مكونات فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وهنا الواحد مستمع ودادي اللي كيتصنت لينا بشغف كل يوم وهو رضوان ولد منصور اللي كيتصنت لينا. انا قال لي خصك تهنئني، انا كنهنئك كودادي وكنهني من خلالك جميع الوداديين بهذا اللقب. مباراه كاس افريقيا الممتازه ما بين الوداد ومازيمبي دخلت للتاريخ، لماذا؟ لان اول لأول مرة يتم اعتماد تقنية الفيديو مركب محمد الخامس، هذا المركب اللي بالإرث ديالو التاريخي اللي مرتبط مجموعة من الذكريات ومجموعة من الإنجازات، ها هو الآن أول حالة في إفريقيا بتجربة وتقنية حكم الفيديو الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي. إذا كانت مباراة في المستوى الكبير لا من حيث التنظيم ولا من حيث الاحتفالية، ونتمنى أن هذا التتويج ينعكس بشكل إيجابي على فريق الوداد الرياضي ونشوفوه بوجه آخر في البطولة الوطنية حتى يستطيع أن يدافع عن لقب البطولة الذي بحوزته. بلغة الأرقام، شنو لغة الأرقام نعطيو لي ستاتيستيك ديال لا فينال أو ديال لا سوبر كوب دافريك ما بين الوداد وفريق لو تو بويسون مازيمبي؟ بالنسبة لابوسيسيون دو بال 60% الوداد مقابل 40% الفريق مازيمبي. لي تيغ 14 تير بالنسبة للوداد، فيهم 3 كادري، 3 ديال لي تيغ الفريق تي بي مازيمبي في ماتش كامل، فيهم أن سول تيغ كادري. لي بالون جوي 588 كره لعبوا الوداد مقابل 399 للتي بي مازيمبي. الوداد ربحوا 95 ديال والمازيمبي ربحوا 94 ديال. لي زوكازيون دو زوكازيون الوداد في الماتش كامل مقابل زيرو اوكازيون للتي بي مازيمبي في الماتش. لي باس 481 باس للوداد مقابل 296 باس الفريق التي بي مازيمبي، بما فيها 74% ديال التمريرات صحيحه بالنسبه للوداد مقابل 64% تمريرات صحيحه الفريق لو تي بي مازيمبي. 6 ديال لي سونتر لكل فريق، 8 ديال لي كورنر الوداد مقابل ان سول كورنر للتي بي مازيمبي. الوداد ارتكبوا 16 خطا في حين مازيمبي ارتكبوا 21 فوت اي دو كارتون جون بالنسبه لفريق لو تي بي مازيمبي. دي ستاتيستيك كتبين لو نيفو اللي كان فيه الماتش، لانه كان نيفو تخي مويان ما بين الفريقين في هذا الماتش هذا. غير انه الوداد ربحوا بغراس على فيلوزوفي ديال فوزي البنزرتي لو بريسينغ او مسيو بريسينغ بين لا استراتيجي ديالو. مسيو بريسينغ هو ديما تيلعب بلاصتك بلاصي افيك اون ديفونس اسي اوت وخصك تلعب في لا فيلوزوفي ديال ديال وبالنسبه للدراري راه انا تنظن انهم تاقلموا بشيئا بسرعه مع الفلسفه ديال بنزرتي، لان خارجين اسمح لي نكمل الفكره. في نفس السياق اللي تنطق ما تكتفي في التقنيه بزاف. لا ما كنفهمش انا اللي قلت واش بنزرتي عنده اللاعبين ديال لاتاك بلاس؟ بيان سور عنده. انت شنو لاتاك بلاس؟ لاتاك بلاس هي انك كتبني من اللور وانت غادي وسط التيران وكتزيد وتتبني وتدير. تنظن عمر ما كانت ثقافه الوداد. عمر ما كانت ثقافه الوداد، الوداد ديما لو جو دياكت. اييه دابا هذا هو السؤال اللي سولك انت. جوستومون لاتاك بلاس هو كدير تتلعب باغ بالي غادي وكتبني وكدير وتتبني وتتمشي. تنظن كاين في وسط السعيدي مثلا ولا وليد ولا هادو كلهم تيلعبوا الكره، فبالتالي غيقدروا يدوزوا او لي زاري لاتيرو تيطلعوا. راه شفنا الدوزيام مي طون، انا بالنسبه لي كانت احسن من لا بريمير مي طون، لانه لا تا لابوي ديال لي دو زاري لاتيرو تيطلعوا ولا تتلعب تتمشي الحداد والتيغزوي كانوا هائلين. الكره ديال البينالتي اللي غادي يفلتوا اللي غيفلتوا الحداد اكسيون من داكشي الكبير الى رجعتوا لاكسيون، وليد راه دوز الكره لجوج اللعابه في خطره واحده ما بين رجليهم في لاباس اللي عطى اللي مشى ليها تيغزوي دار لابيل وكانت ضربه جزاء زعما مشروعه، ولكن هذاك لو غارديان ديال لاكوت ديفوار لانه هو اللي كان حبس ضدنا مع ليكيب بريمير. تنظن ان من بعد الكاليفيكاسيون ديال لاكوب دي موند، من بعد تشامبيونز ليغ في الوداد، من بعد الفوز بالشان، في نفس السياق جات هذه المقابله هذه. تنظيم جيد من داك الشيء الكبير تيعاود لي انا غير تيعاود لي سميد مثلا. قال لي تعطلنا مشينا كانوا في لا كونفيرونس دو بريس وما وصلوش تما معطل وكانوا كيتسناو تيقولوا ناري غادي ما غنلقوش بليس ما غنديروا. قال لك ملي دخلنا المسائل ما كاينش براني في لا تريبين دو بريس، المسائل كانت مضبوطه، كانت المسائل هي هذيك. فانا كنشوفوا غنعاود نقولوها ملي لا فيدراسيون كتنظم حاجه
وملي تنظيم الاخر هذيك راه حاجه اخرى فوالا غادي غادي نرجعوا للتنظيم وحنا كندوي على التنظيم كاين هادشي ديال لا تريبين دو بريس وداك الشيء انا ما كنتيش غادي نرجعوا للتنظيم غنذكروا بان الوداد عنده ماتش كلاسيكو نهار الخميس ان شاء الله مع الفريق الجيش الملكي الاربعاء الخميس الاربعاء الاربعاء حيت قلتي الخميس الاربعاء الاربعاء نقول الاربعاء ان شاء الله تذاكر ديال الماتش فبداو اليوم ويستمروا غدا شكون اللي غيبيع الشركة المكلفة بتنظيم ماتشات مركب رياض محمد الخامس فين كاينين اللي كيشي؟ كاينين في كاتزون غنلقاهم في تيسيما في الروش نوار بن جلون وكومبلكس سبورتيف محمد سانك هاد ربعة ديال النقاط البيع تذاكر الماتش ونهار الماتش اي نهار الاربعاء يكونوا في ملعب بن جلون فقط هاد هو البلاصة فيغلقاو الناس الليبية ديالهم بالنسبة لجماهير فريق الجيش الملكي فغدا الليبية غيكونوا في مدينة الرباط نهار الثلاثاء على اساس نهار الاربعاء ان شاء الله غيكونوا في المركب رياض محمد الخامس لي بيي ريزيرفي لجماهير فريق الجيش الملكي واللي غادي يحضروا لهذا الماتش كلاسيكو ما بين فريق الوداد الرياضي وفريق الجيش الملكي هو في الحقيقه انا هو النقطه اللي كنت باغي نشير لها هو التنظيم التنظيم تبعوا اللي بيي في ظروف جيده دخول خروج التيران كان عامر علاش كيكون ساليس في هذا القنت علاش؟ ساليس زوين قول عجبتها معايا جبتها معايا اليوم علاش كيكون بحال هكا؟ ونسولك هذا السؤال وانا كنسولك حتى تعرف كل شيء انا ما تعرفش كل شيء قلت بان التنظيم حقا علاش ملي كتكون التنظيم على المستوى الفيدراسيون ما كتكونش مشاكل دابا الان وجبتي سي كريم قبل مقابله الكلاسيكو اللي غادي تكون ما بين الجيش الملكي والوداد توقع بان غادي يكون جمهور قياس وي من طرفين خصوصا فريق الوداد ثانيا ان فهنا طرح ثاني مجموعه ديال التساؤلات واش التنظيم غيكون في مستوى الاجراءات الامنيه والتنظيميه واش غتاخذ بصرامه وناخذوا العبره داكشي طرف مراكش ولا نخليو الامور غاده حتى كتوقع شي كارثه كذلك انا في المقابله عجبتني واحد القضيه بزاف اللي هي هو الوقت اللي طلعت لهذا الضربه الجزاء الثانيه تاكد من تقنيه الفيديو وتلغات وي في حاله تقبلت هذيك الضربه جزاء حقا راه ما كانش ضربه جزاء فعلا وي ربما الحكم خطا ولكن استنجد بطريقه الفيديو والتقنيات ولغى هذا لان في حال كنت قبلت تكبر الاحاديث والاقاويل والتاويلات فهمتي حقا اللي كره القدم المغربيه في غنى عنها راه بركه من نكونوا ديك هدامين واتهامات والاشاعات حقا هذاك في حقيقه نصفت الوداد وي هذاك قرار نصف الوداد صراحه وخلى بيننا فعلا الفريق ها هو جاتو بينالتي مشروع وتزقل جاب الثاني ما كانش مشروع وتلغى والتالي كان انتصار بهذاك الهدف الجميل حقيقه اللي كل شيء رائع رائع جدا كنقولوا دائما من بركه ما نكونوش هدامين في التصوف في الاحكام ديالنا ونصدروا احكام جاهزه واتهامات حقا اللي في حقا راه حنا مغاربه راه كلشي كيفرح باللي كيتب لي بيان سور بيان سور لان هاد السلسله ديال الانتصارات اللي كانت راه كلشي كلشي صفق لها كلشي افتخر بها فضل فضل هذا الفوز وهذه الفرحه ديال فريق الوداد الرياضي بلا تشامبيونز ليغ لا سوبر كوب دافريك البطوله موسم اكثر من ناجح فريق الوداد الرياضي الى شتي الاداء ديال الوداد امام لو تو بيسون مازيمبي وكما قلنا فضل هذه الفرحه والنشوه بالانتصار مطمئن الاداء ديال الوداد سانسيرمون في تحسن كثير في تحسن كما نساوش ان من بعد راه هذا هو الماتش اللي ما بيهش من بعد الفوز ب ب ب ب بالتشامبيونز ليغ ما تنساش ان لي ريزولتا اللي دارت الوداد من بعد تشامبيونز ليغ واش في موسم واحد عمرك شتي الوداد خسر سبعة المقابلات راه كيسالي الموسم كتلقاه يلاه خسر ثلاثة ولا أربعة ديال المقابلات راه سبعة المقابلات اللي خسروا الوداد فبالتالي الوداد ولات كتسجل الوداد ولات بشوية بشوية غدا 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 في تحسن غدا كنظن غدا في الطريق الصحيح حتى أنا بالنسبة لي حتى الأرجنتان بين أن عنده انتوش عنده جاي عنده ينتوش وغنمشي معكم بعيد يمكن غنفاجئكم انا حتى شي قطرة لي 20 بروميير مينوت ما كانش خيب انا غنمشي معك بعيد دار دي ديفياسيون دار دي باسين حتى ولا خيب من بعد 20 مينوت لان السيد شحال هادي ما لعب ما مترينش فيزيك مخاوي ولا كيطيعب وحده الزغبي مع الجزر ولا كيطيعب وحده حيدوا لي الاربيتر ولكن على اي كيف قال مزيان مزيان اللي ما اللي ربحنا بينالتي ونعاود نرجع وغادي نقول
ماشي جمهور فوق هائل، كل شيء لابس الحمر، كل شيء كيشجع 90 دقيقة. شوف والله إلا وصلنا واحد الميساج لهذا هائل، نترك واحد الميساج. خويا مراد قول على تبارك الله عليه من الجوج، وأنا كنتسنى الكلمة الشهيرة ديالك يقول هائل. أنا قلتها خويا. أنت تبدا تبدا بها. لا والله يخلي أش نقولوا لذاك الجمهور من غير هائل. الله يرحم بك. مستوى عالي. مستوى عالي جدا نتمنوا. هادو اللي كيلمع الصوره ديال الكره المغربيه في الخارج، هادو المسائل اللي كتلمع الصوره ديال الكره المغربيه في الخارج. نتمنوا ان المسائل تمشي في هاد النسق هذا. زوين هاد النسق. زوين هاد النسق. ولا 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 جبتها معايا حتى هي ديالك. شارجيتي بزاف ديالك. لا لا مزيان. عرفت غادي نواجهك ماشي بروموسيون ديال مثلا. لا لا لقيت واحد الباك كيتباع. بعد هائل هادي سبونسور في السيل ديالك. لا عرفت غادي فتح الهائل. عرفت واحد القضيه قال هائل للراك بان حاجه هائله. لا دابا كيقوص على جمهور الوداد على الوداد هذا هائل. علاش؟ الماتش الاول ديال الراك مع الكوكب الراك هائل فريق هائل والله الا عجبني. عجبتني الكره ولكني سون بارياليست. سامتو متوكل كذا على واقعيه فريق الوداد الرياضي بالنسبه للماتش اللي من فريق تي بي مازيمبي. واش كيبان لك بانه كما قال فتح كاين تحسن في اداء فريق الوداد الرياضي بارابور لي ديرني ماتش اللي جراهم؟ كندو على الموندياليتو وكندو على البطوله بخوماك تريكوم. هو صعيب باش نقول كاين تحسن، ولكن لانه اللعب امام فريق منافس الكل كيتفق على بانه ماشي بالشكل اللي ماشي بالصوره اللي كنا المعهوده اللي كنعرفوا عليها مازيمبي، ولكن فريق الوداد غادي تحسن الاداء ديالو بعد هذا التتويج. كاين مؤشرات وكاين ملامح على ان فريق الوداد قادر على انه يستجمع القوى ديالو ويظهر بصوره جيده فيما تبقى من بطوله هذا الموسم، لان اللقب رفع من معنويات ديال اللاعبين، غادي يزيد يقوي العلاقه ديال الثقه والعلاقه ديال التفاهم والتواصل والتجانس ما بين اللاعبين، وخاصه التشكيله اللي الان ولا كيعتمد عليها البنزرتي. فاعتقد بان كاين بوادر على ان فريق الوداد غادي يتدارك الامر وغادي يظهر بصوره افضل فيما تبقى من دورات هذه البطوله. صرح لي اداء فريق الوداد الرياضي طمأن لبقيه البطوله الاحترافيه في اتصالات المغرب، سورتو الى رجعنا لكلاسمون ديال فريق الوداد الرياضي فحنا كندوي على الرتبه العاشره. هو شوف الوداد عنده كاع الامكانيات بان تكون فريق منافس وتكون رقم صح في البطوله. التبعات ديال اللقب والمشاركه السلبيه في كاس عالم الانديه والمشاكل اللي وقعت على مستوى الطاقم التقني وما كانش المعالجه ديالها في حينها، هذه ادت ثمن الوداد ديالها غاليا وسقطوا في مجموعه ديال النتائج السلبيه اللي كانوا حقها ماشي ما كيستحقهاش. وحنا اتفقنا على واحد القضيه ان الاداء ديال البطوله في البطوله لا يرقى نهائيا الاداء ديال المستوى القاري، وهذا مشكل في الحقيقه. التعامل وبغيناش نرجعوا ليه مع مرحله الفراغ اللي كان مر منها فريق الوداد البيضاوي من بعد فوزه بكاس عصبه الابطال الافريقيه، ما كانش تعامل ايجابي من ناحية التقنية. كان مرحلة فراغ، عياء ذهني وبدني اللاعبين، فبالتالي ملامي الطاقم التقني اللي كان مشرف انذاك ربما اداها في احواج اخرى وخلى المسائل التقنية. ولات حرب كلامية، ولا تسريب الشائعات، الترديد ديال الاخبار من الصحيح والغير صحيح، تصريحات غير مسؤولة، هادشي كلشي اثر بالفعل على الفريق وخلاه انه هو ما كانش ما يدبر الامور التقنيه على النحو الافضل، لان كانت مرحله فراغ مساله عاديه، لان حنا كنعرفوا تركيبه ديال اللاعب المغربي ومحدوديه ديال المخزون البدني ديالو ومحدوديه ديال الاستعداد الذهني ديالو، وبالتالي الوقت اللي جات مرحله فراغ ما كانش الاستعداد ديالو على النحو الافضل. ربما تاخر التغيير ديال الطاقم التقني، ربما اخطا المدرب السابق في التعامل مع هذه المرحله وضمان ان خروج هذه غناخذها مع تفتح ثاني سالس من هذه المرحله. هذه كلها كتسني. قلت بان هذه الحيثيات كلها خلات الفريق انه يسقط في مرحله فراغ صعيبه وصعيبه. من حسن الحظ انه الان تم الاستعانه بواحد المدرب اللي خبير على المستوى القاري والافريقي والعربي، وبالتالي عرف كيفاش يدبر هذه المرحله، وبالتالي بان هذا حال التعافي اللي كان ديال الفريق اللي في حقه نتمنوا كما قلت انه هو يسترجع كل المقاومات ديالو ويدافع اللقب اللي في حوزته. وحتى هاد لوتي تيتر غيعطيهم دابا غيعطيهم شويه ديال لا كونفيونس، عطيهم شويه ديال الثقه، غيعطيهم دابا غيقدروا يشوفوا البطوله ما بقاش داك لو ستريس اللي قبل وداك لي نيرفومون وداك الشك. كلمه في حق كومارا سيدنا.
اه وي ماتش ابري ماتش ماتش ابري ماتش كي كي تيبين انه كاين. انا بالنسبه لي ملي دخل كل ماتش كيكون احسن من الاخر. كل ماتش كيزيد قدام السيد عنده مؤهلات كبيره خاصه لونتيسيباسيون ديالو جو تيت مزيان لا كورس ديالو مزيانه فبالتالي وميم لا ليكتور دو جو ديالو لومبلاسمون ديالو مزيان. تنظن ان ان تري بون ريكروتمون بالنسبه للوداد. نختموا بالموضوع اللي بدينا به كومار. التساؤل اللي كاين واش هو عطوشي كيعطي لك الثنائي المنشازم والمتكامل والقادر على انه هو يسد الفراغ اللي كاين. هذا سؤال لان بعض المرات كيتسجلوا شي اهداف وي حقا اللي ما لم غير القبول بطريقه غير القبول. لان كاين لاعب اخر اللي كيتهيئ حتى هو شكون؟ الكوتشاري وي لا نوفيل ريكرو ديال فريق الوداد. هو اللي ممكن نقول هو كومارا ربح كبير للدفاع بيان سور لاعب صفقه وغتكون مربحه لفريق الوداد. لاعب عنده مؤهلات وعنده قدرات اللي هي كبيره وفعلا هو الان من الاعمده ديال خط دفاع فريق الوداد. نختموا كما ذكرنا بالموضوع